تعد راح نشاهد مباراة جميلة، بس أنا أعتقد أيضا راح تكون مباراة سهلة على اللاعب رودولفو فييرا. الحكم يقوم بإنذار رودولفو فييرا. طبعا الدوران، عملية الدوران غير مسموحة، يعني الدوران يعتبر كهروب، فيقوم بإنذاره. رودولفو فتان بكل سهولة يجب أن يحصل عليها، حصل، استطاع مسك، لم يحصل ما في أي نقاط، لأن نعم. الحكم أنه شاف ناسيمينتو سحب رودولفو إلى الجارد، حتى يحسب له، حتى ما تحسب له النقطتين في محاولة من ناسيمينتو يحصل على نقطتين على رودولفو فييرا. إذا ناسيمينتو بيحصل على نقطتين، يحاول ما يترك هذه الوضعية. عليه ان يطبق الحركة هاي بسرعة حتى تحسب له النقطتين. نعم، محاولة نهوض الآن من قبل اللاعب رودولفو. رودولفو تحسب للاعب ناسيمينتو أفضلية الآن. المباراة القادمة راح تكون بين اللاعب مانشير خيرا ضد اللاعب الإماراتي فيصل الكتبي. نتمنى له التوفيق اللاعب فيصل في مباراة القادمة بعد هذه المباراة. هذه الآن محاولة أخرى، محاولة جميلة، نعم محاولة جميلة من اللاعب ناسيمينتو. نعم راح يحصل على نقطتين اللاعب ناسيمينتو. اللاعب ناسيمينتو متفوق إلى الآن على اللاعب رودولفو فييرا. على اللاعب ناسيمينتو في حال اراد الفوز في هذه المباراة المحافظة على هذه الوضعية. محاولات الهجوم الان، محاولات دفاع من قبل اللاعب رودولفو فييرا. رودولفو فييرا الان يحاول القيام بعملية السويب، قلب الوضعية لصالحه. صراحة شفنا كالازان كيف قدر يحصل على اول نقطتين على الميدا. الان ناسيمينتو يحاول يفوز على رودولفو. نعم. رودولفو بكل سهولة يعدل من نعم. النتيجة، يعدل من عنده النتيجة وقت الآن. كافي اصلا يعدل نعم. في النتيجة. لم يتمكن، راح يحصل على افضلية، راح يحصل يعني ناسيمينتو. بصراحة لم اتوقع هذا الدفاع الجميل جدا من قبل لاعب ناسيمينتو. يبدو ان رودولفو يراوينا قوته الحقيقية الان. نعم. للفوز على ناسيمينتو. يا الان بدا يكون جدي جدا. نعم يعني مبارا. نشكر ناسيمينتو انه قاعد يراوينا قوه رودولفو الان وجديه. نعم. رودولفو نعم، يعني مباراه رائعه حقيقه من الطرفين، مباراه جميله من الطرفين. لم يتمكن اللاعب رودولفو فييرا، انا توقعت خلاص ان رودولفو فييرا حصل على النقطتين، لم يتمكن منهم. هروب كان رائع جدا، قابل هذا الهروب من محاوله قلب الوضعيه الصالحه. حاول لاعب ناسيمينتو طرح ظهر اللاعب رودولفو فييرا مرة أخرى في الأرض، لم يتمكن. طبعا في حال فوز اللاعب ناسيمينتو راح تكون مفاجأة من العيار الثقيل، خروج. هذه نعم، هذه نعم، هذه فعلا، هذه حقيقة اللاعب رودولفو فييرا. نعم تمكن من العبور، حصل على أفضلية. الآن يحاول المحاولة إدخال الأقدام كلتا القدمين، هذه محاولة الحصول على حركة الاستسلام. استسلم، رائع جدا، رائع جدا اللاعب رودولفو فييرا. مباراة رائعة جدا، مباراة لم تكن سهلة أبدا أبدا أبدا. يعني اللاعب ناسيمينتو أيضا متحسر على هذه الخسارة، كان مسيطر على أغلبية أوقات هذه المباراة. ندية جميلة جدا رأيناها، عبور الجارد اللي تمكن منه اللاعب رودولفو فييرا.
هو اللي مكن من حصوله على الادفانتج وايضا حصوله على حركه الاستسلام وانهاء المباراه لصالحه. يبدو ان رودولفو قرر ان ينهي المباراه لانه يعني حس بجديه اللاعب ناسيمينتو. نعم. ثم بدا يكون جدي في المباراه، يراوي للعالم وللمشاهدين جديته في هذه المباراه. يعني انا كنت متوقع، طبعا انا وانت كنا متوقعين في البدايه فوز رودولفو فييرا، بس في نص المباراه ابدا لم اكن اتوقع فوز اللاعب رودولفو فييرا. نعم. ناسيمينتو اللي حصل فيها نقطه. نعم، هذه النقطتين اللي حصل عليها، وايضا اللي تشوف الحركه الثانيه، انا بصراحه توقعت ان اللاعب رودولفو فييرا راح يخسر المباراه في اللحظه اللي قام فيها رودولفو فييرا بقلبه ولم يتمكن. طبعا هذه هنا القوه العاليه اللي يتمتع فيها رودولفو فييرا. الان على البساط راح يدخل اللاعب. فيصل الكتبي، فيصل الكتبي ضد اللاعب مانشر خير. اتمنى التوفيق ان شاء الله للاعب فيصل الكتبي في مباراته هذه.